بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة آخر لقاء لنا مع أشعياء النبي بعد سنة ونص. نشكر ربنا اللي منكم جاهدوا الجهاد الحسن وحضروا معنا 66 إصحاح. أشعياء هراجع كده شوية معلومات يجوز تفرق ان احنا نفتكرها مع نهاية السفر. أشعياء النبي سبق المسيح له المجد بحوالي 800 سنة. وأشعياء النبي أكتر نبي قيل عنه النبي الإنجيلي، لأن في أجزاء من أشعياء النبي بيوصف المسيح لا يقل دقة عن وصف متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وكأنه شاهد عيان لربنا يسوع. لما يوصف العذراء مثلا والتجسد، يوصف الصليب والألام. أشعياء عاصر 5 ملوك، وكان من عيلة الملوك، من عيلة ملوك، وانتهى بأنه قتل على يد منسى الملك، نشر بالمنشار كده، لأنه فضل دايما في محاولة أنه يخلي الملوك يرجعوا لربنا، وأغلب ملوك إسرائيل ويهوذا عبدوا الأوثان في الوقت ده. أحد الملوك كان معتدل، حزقية، وده يعني كان بيرجع لأشعياء بالتوبة، إنما يعني بقية الملوك ما كانوش كويسين. لكن كلكم عارفين قصة حزقية الملك والحصار اللي حصل، والملاك اللي خرج موت 185 ألف من جيش سنحاريب. قلنا أشعياء النبي نبوته تتمثل في كلمة واحدة: توبوا. هي دعوة للتوبة لكل اليهود، يرجعوا عن الوثنية وعبادة الأوثان لله الحقيقي. وعشان كده هو أشعياء سفر حي حتى في العهد الجديد بنقراه ونستمتع به، لأننا كلنا محتاجين نسمع كلمة توبوا. وتوبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت الله. لأنه هو بيتكلم عن التوبة بيشاور على الملكوت، بيشاور على السماء، بيشاور على المسيح وهكذا. الجزء الأولاني من أشعياء من 1 لغاية 39 نقدر نقول أكتر من النص، بيدور حوالين نبوءات ناحية إسرائيل والأمم. وتمتلئ النبوءات دي بالوعيد أو التهديد، يعني ارجعوا لأحسن هيجي عليكم عقاب. وهنا يذكر أشعياء السبي الآتي، ويذكره بالتفصيل كأنه معاصر ليه، يعني يذكر أنه هيجي أيام شديدة على يد أشور، وبعدين بابل، وبعدين الفرس. كل ده تقريبا مذكور في سفر أشعياء، مراحل السبي، مع أنه هو نفسه ما حضرش غير وقت أشور مثلا، وده كان في الشمال، لكن هو ما حضرش سبي بابل اللي حضره أرمية بعدها بمئة سنة، لكن كان شايفها أشعياء بروح النبوة بشكل دقيق. من أول إصحاح 40 لغاية 66 نلاقي نغمات سفر أشعياء تميل أن تكون كده إيه، في اتجاه الفرح، كأنه نقل عهد جديد. حتى في ناس تقول من 40 ل 66 27 إصحاح يقابلوا 27 سفر بتوع العهد الجديد، من كتر ما الجزء ده قريب قوي لروح العهد الجديد. ربنا بيوعد، ربنا بيقول أنا أبوكم وأنا مسؤول عنكم وبحبكم، والكلمات اللي إيه تميل إنها تكون من روح ونغمات وحس العهد الجديد. طبعا أنا أشعر بتقصير وأنا بختم سفر أشعياء، نفسي أعيده من الأول تاني، لأنه حاسس أنه ما خدش حقه برضه، لأنه أشعياء سفر عميق جدا وفي آيات كتيرة قوي تخلي الواحد شبعان بربنا وفرحان بيه. عمرنا ما هنخلص الإنجيل، وعمرنا ما هنخلص سفر نقول خلصنا، لأنه لكل تمام رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. فطبعا يعني ليه رجاء عند الدارسين ان انتوا ترجعوا تقروا السفر أشعياء تاني، ايه تمزمزوا فيه كده، تاخدوا كلمة كلمة ومعنى معنى، ويمكن تفتكروا بعض التأملات اللي اتقالت. لكن عموما سفر أشعياء كبقية الكتاب، حتى لو في بعض الألغاز، النبوات فيها ألغاز، يعني فيها بعض الأمور أحيانا يصعب على الشخص
فهمه. إنما في سر في قراءة النبوات، وانت بتقرأ النبوات بيحصل حاجة اسمها استنارة. يعني مجرد انت قاعد قدام الإنجيل يجوز مش فاهم نص الكلام، وبتحاول، وانت بتحاول بيحصل اللي حصل مع الخصي الحبشي. فاكرين الخصي الحبشي كان فاتح سفر أشعياء وقاعد يقرأ ومش فاهم، أما الروح القدس بعت في لبس مخصوص يقول له اشرح له. فكأنه ممكن مع كل واحد فيكم يحصل كده، وانت قاعد مع أشعياء أو أي سفر فيه نبوات عميقة مش فاهم بس مصر انك تفهم، ربنا يبعت ملاك يشرح لك أو يديك روح الفهم. روح النبوة هنا بمعنى روح الفهم، انك تفهم ربنا غرض يقول ايه، أو الكلمة دي تمسك انت ازاي، أو تطبيق الكلام في حياتك يمشي ازاي. كل ده يجي بالمثابرة وبالإلحاح في قراية الكتاب. احنا دلوقتي في آخر إصحاح، إصحاح 66، وبنختم السفر بالأخبار المفرحة اللي لا تخلو أيضا من نداء التوب. وصلنا لعدد 5، يقول أنا أيضا أختار مصائبهم، كان بيتكلم عن اللي عبدوا الأوثان، ومخاوفهم أجلبها عليهم من أجل أني دعوت فلم يكن مجيب. يعني بنادي عليهم يتوبوا ما بيتوبوش، تكلمت فلم يسمعوا، بل عملوا القبيح في عيني. يعني أصروا يعندوا ويعملوا عبادة الأوثان القبيح في عيني الرب يعني، واختاروا ما لم أصر به. طبعا ده وصف اليهود المعاندين للتوبة. اسمعوا كلام الرب، عدد 5، أيها المرتعدون من كلامه. دي تاني مرة في نفس الإصحاح يقول كلمة المرتعد من الكلام. لو تذكروا المرة اللي فاتت قال إلى هذا أنظر، إلى المسكين المنسحق الروح المرتعد من كلامي. يعني اللي يقرأ الكلام ويترعش يخاف، يخاف وهو بيقرأ الكلام، الله ينظر إليه بعين الرحمة لأنه خد الكلام على نفسه. إنما واحد بيقرأ الكلام باستهتار طبعا ده لا ينظر إليه الله. فهنا بيقول اسمعوا كلام الرب أيها المرتعدون من كلامه، يعني اللي بيخافوا من كلام ربنا يسمعوه بقى، هيقول لهم حاجة حلوة. قال إخوتكم الذين أبغضوكم وطردوكم من أجل اسمي. التعبير ده يفكركم بحاجة، في كلمات كده تحسوا ربنا يسوع نقلها، طوباكم ها إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجلي كل شر كاذبين من أجل اسم. فربنا يسوع كأنه استعار نفس الجملة دي وهو بيوصي في الموعظة على الجبل، إنه يا بخت اللي هيتبهدل بسببي، يا بخت اللي هيسمع كلام وحش عشاني. فهنا بيكلم الناس المرتعدين من كلامه زيكم، بتاخدوا كلام ربنا جد، بتاخدوه على نفسكم. فبيقول إخواتكم اللي بيكرهوكم واتريقوا عليكم، ولما يلعوكوا بتاخدوا الكلام بخوف بقداسة، يعني يبصلكوا باستهانة. يقول قال إخواتكم الذين أبغضوكم، إخواتكم هنا معناهم يهود بس مستهترين، أو يهود معاندين للتوبة، أو يهود واخدين العبادة عبادة شكلية. في واحد يقول لك مالك من واخدها جد قوي كده، مالك يعني ما منكد على نفسك ليه، ما تعيش زي ما الناس بتعيش. هنا هو مستهتر فيستهتر بيك أو يبغضك أو يطردك من أجل اسمه. وبعدين يقولوا ليتمجد الرب. انتوا عارفين في ناس قال ايه، تاخد صفة التقوى شكل التقوى وهم ينكرون قوته، يعني يعرفوا يقولوا شوية كلمات كده ايه، المجد الربنا، المجد الربنا، بس المجد يجي بالتوبة، يجي بالخوف المقدس، مش كلام يعني. فيقول فيظهر لفرحكم أما هم فيخزون. يبقى الشخص اللي بيستخدم التدين بكلمات رنانة لكن هو مش واخدها من قلبه، مش واخدها بصدق، مش خايف من كلام ربنا، مش مصدق ان المسيح جاي على السحاب يجازي كل واحد حسب عمله، فكل ما يسمع كده يقول كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. لا، هو مش واخدها معلومات، واخدها نظري. حتى لو قال ليتمجد الرب يقول يخزون، دول هيكسفوا في اليوم الاخير، دول زي الفريسين يقولون يا رب يا رب لكن لا يصنعون إرادة الله، فدول يقول عنهم اذهبوا عني لا أعرفكم. أما بالنسبة للأتقياء المرتعدون من كلامه يظهر لفرحكم، تعبير جميل قوي،
يظهر المسيح لفرحكم. يا بخت الناس اللي عاشت حياتها خايفة ربنا، خايفة بمعنى الخوف المقدس، رأس الحكمة، مخافة الله، عاملين له حساب، مستنيين مجيئه. بيقول وننتظر قيامة الأموات من قلبهم، يظهر لفرحهم. يوم ما يظهر المسيح يبقى يوم فرحهم، لأن هو ده اللي حبوه واستنوه، عملوا له حساب وسمعوا كلامه وارتعدوا من كلامه. يظهر لفرحكم، أما هم فيخزون. صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب مجازيا أعداؤه. شوفوا بقى، احنا شفنا أشعياء شاف من العدر، وشفنا أشعياء شاف المسيح في الجليل وهو بيبشر، كلم عن خدمته في الجليل. شفنا أشعياء وهو شايف المسيح بيتصلب، وصفه بالدق. شفنا أشعياء وهو بيوصف القيامة. شفنا أشعياء وهو بيتكلم عن كنيسة العهد الجديد والروح القدس اللي مالي الكنيسة. وبعدين أشعياء نقل لنا كمان أخبار السماء، وهنا بيتكلم عن مجيئه الثاني. بيقول يظهر لفرحكم، وفي نفس الوقت يقول صوت الرب مجازيا أعداؤه. يبقى اليوم الأخير صوت ربنا يجازي أعداؤه. يأتي في اليوم الأخير ليجازي كل واحد حسب عمله. فأشعياء ضمن النبوات بتاعته أبصر هذا اليوم، اليوم المفرح جدا لأولاد ربنا والمخيف جدا لأعداء ربنا. مخيف هو الوقوع في يد الله، لكن مفرح جدا هذا اليوم لأولاد ربنا اللي عايشين على رجاء. يبختهم باليوم ده. وده يفكرنا ان المسيح له المجد وصف مجيئه وصفين يبانوا عكس بعض. وصف مجيئه كعريس، ووصف مجيئه كايه؟ كلص. ايه جاش جاب العريس للص؟ لا، العريس ده حاجة تفرح قوي. عريس يجي تبقى هيصة، حاجة جميلة. طب لص دي حاجة تخوف، حاجة مزعجة. هو نفس المجيء، عريس للي بيحبوه. كل اللي بيحبوه يجي لهم اليوم ده، يظهر لفرحهم. طب اللي عايشين من غير مسيح، أنكروا المسيح، تجاهلوه، عندوا معاه، استقلوا بكلامه، يأتي كلص. طبعا ايه دخلته؟ تبقى سرقت العمر أو سرقت الأبدية. صوت من الهيكل، صوت الرب مجازيا أعداؤه. قبل أن يأخذها الطلق ولدت. تشبيه بقى، ضمن تشبيهات أشعياء بنختم بها. وقبل أن يأتي عليها المخاض ولدت ذكرا. تعرفين في ستات ساعات تولد ايه؟ قبل معادها. طب ايه التشبيه ده؟ هنا من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ هنا الأباء قالوا أشعياء بيتصور الكنيسة وهي تنخض أو تلد المسيح. بمعنى ايه؟ مش على ولادة العذر، لا، لأن القديسين استعاروا ميلاد المسيح من العذراء بمناسبة عيد الميلاد. قالوا إحنا كمان كبشر ينبغي أن كل نفس أن تحبل بالله. تعبير غريب أوي، استخدموا أغسطينوس واستخدموا أمبروسيوس. يعني إيه النفس تحبل بالله؟ يعني كلام كبير أوي. هو يقصد إيه؟ وربطوها لما المسيح قال مين أمي؟ هم الذين يسمعون كلمة الله ويفعلونه. هم أمي وأخي وأختي. طب ما أمك يا رب هي العذراء، مفيش زيها طبعا، هي الوحيدة اللي انطبق عليها الكلام حرفا، حبلت بابن الله. لكن يعني ايه النفس؟ النفس مش بقى من ناحية بشرية وجسدية، تحبل بالله يعني ايه؟ يعني يبان عليها ربنا، يعني نعمة ربنا تبان عليها. ودي نعمة العهد الجديد، كأنه التجسد يكتمل بأنه كل المسيحيين يبان عليهم المسيح. تاني، التجسد يكتمل، المسيح تجسد وعاش وسطينا، لكن بتجسده سكن بروحه فينا. فقيمة التجسد تبان لما كل واحد فيكم يبقى شبه المسيح، فيبقى المسيح له المجد باين واضح للناس عن طريق ظهوره في أولاده. فكأن النفس حبلت بالله. فهنا بيقول كأنها تلد دون أن تنخض، يعني دي مش ولادة جسدية، هنا دي حاجة مجازية، حاجة روحية. يعني النفس اللي بتحب ربنا قوي، تصلي كتير، تتشبه بالمسيح، المسيح يتولد فيها.
عارفين لما نصلي دايما في عيد الميلاد ونقول له يا رب تعالى اتولد في قلبي، تعبير ده مجازي بس ده تعبير حقيقي، ان يعني ايه المسيح يتولد في قلبك زي المزود؟ معناها ببساطة ان ربنا يبتدي يبان عليك، يبان عليك بودعته باتضاعه بسلامه بحكمته بحبه لكل الناس، فيبقى هنا ينطبق قبل ان يأخذها الطلق ولدت، يعني الموضوع ما فيهوش طلق ولادة يعني قبل ان يأتي عليها المخاض ولدت ذكر. من سمع مثل هذا؟ من رأى مثل هذه؟ مين يصدق ان ربنا يظهر في ولاده؟ ده العهد الجديد بقى، طوبى لعيونكم لأنها تبصر. النهاردة كل القديسين عبارة عن ايه؟ مسيح متجلي في قديسي، باين في القديسين. حلاوة اي قديس هو انه بقى شكل المسيح، بقى المسيح باين عليه زي واحد قريب واحد كده، فتقول ده شبهه. طب ما هم كل القديسين شبه المسيح، فهنا اكتمل التجسد بانه تجلى في حياة اولاده. هل تمخض بلاد في يوم واحد او تولد أمة دفعة واحدة؟ هنا بقى القديسين قالوا دي إشارة ليوم الخمسين، يوم العنصرة، أمة شعب كامل اتولد في يوم واحد، بس ده مش الولادة الجسدية، دي الولادة الجديدة، اتولدوا من فوق. فاكرين التلات آلاف اللي اتعمدوا يوم الخمسين؟ فهنا بيقول معقول في شعب بيتولد في يوم واحد؟ دي إشارة لإيه؟ للعهد الجديد، لنعمة العهد الجديد. هل تمخض بلاد في يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة؟ قد مخضت صهيون بل ولدت بنيها. صهيون الكنيسة تمخضت وولدت بنيها. يبقى الكنيسة بتولد عيالها كلهم شبه المسيح، ما هي مش عروسه، تبقى كل ولاد الكنيسة شبه أبوهم، فشبه المسيح شبه العريس. هل أنا أمخض ولا أولد ولا أولد يقول الرب؟ تفتكروا يعني أنا أمخض وما يطلعش مني ولاد؟ تعبير غريب، ده ربنا اللي بيقول. يعني إيه؟ يعني آلام المسيح تمخضت عن بشرية جديدة، أو بسبب صليبه وآلامه وتعبه وتجسده من البداية بقى في شعب جديد يمجد ربنا، بقى في كنيسة عهد جديد، بقى في ناس مليانين بالروح القدس، بقى في سماء مفتوحة. فهنا تمخض المسيح يعني ايه؟ تألم وولد الولادة الجديدة، أو ولد شعب مبرر. أو أنا المولد هل أغلق الرحم قال إلهك؟ يعني بقى أنا اللي بدي الولادة الطبيعية، معرفش أولد ولادة روحية. افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها. افرحوا مع أورشليم يعني افرحوا للكنيسة، وابتهجوا معها يا جميع محبيها. الكنيسة هتفرح قوي في اليوم الأخير، يكمل فرحها يوم مجيء عرسها على السحاب، وكل حبايب الكنيسة يفرحوا معاها. وعشان كده علامة بسيطة جدا، انت داخل السماء ولا لا؟ بتحب الكنيسة ولا لا؟ تحب الكنيسة بقى اليوم ده يومك، ما انت هتبقى فرحان، مش الكنيسة كنيستك. تحب ربنا ولا لا؟ في اليوم ده هتشوفه بعينيك، يا بختك، يبقى اكيد هتدخل السماء. عشان كده يقول لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا، يعني كل اللي مستنين يشوفوا المسيح جاي على السحاب هيروحوا ذو السم، لان هما مشتاقين له. يبقى بينه وبينهم حب، بينه وبينهم علاقه، يبقوا تبعوا، بدل تبعوا يدخلوا السم بالبساطه دي. طب فيهم ضعف وفيهم لسه عجز، معلش ربنا عارف يلم ورا اولاده، لكن كل اللي بيحبوا ربنا ويحبوا مجيئه ويحبوا كنيسته طبيعي يفرحوا معاه في اليوم ده. يقول افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها. هنا في إلحاح على كلمة افرحوا، افرحوا لها، افرحوا معها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها. يبقى بيجي وقت بنبكي على الكنيسة زي ما بيحصل كتير، نبكي على آلام الكنيسة، نبكي مع الشهداء، نبكي على الظلم اللي تتعرض للكنيسة، نبكي على الوجع ان الكنيسة لسه عيالها بيطلعوا منها ويرجعوا لها، وفي ناس تروح ما ترجعش، في نوح في وجع. لكن كل من يبكي مع الكنيسة يفرح معه. لما تبقى انت عضو حي في الكنيسة، معاناة الكنيسة معاناتك انت، مش بتعاني من الغلا والمشاكل بتاعت الدنيا، انت بتعاني
بقلب الكنيسة إن في ناس بعدت عنها، في ناس أساءت إليها، في ناس بتعلم تعليم غلط، في ناس من أولاد الكنيسة بيسبوها. وجع قلب هذا النوح أو الوجع يقول إنك أنت إيه حتة من الكنيسة دي. يبقى الطبيعي إيه؟ إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه. إن كنت تنوح مع الكنيسة تفرح مع الكنيسة. إن كانت الكنيسة لا تعنيك يبقى لها تنوح هنا ولها تفرح هناك. لكن إذا كنت جزء من جسم الكنيسة قلبك بيأكلك على وجع الكنيسة. طب وإيه الكنيسة بتتوجع على إيه؟ بتتوجعش غير على أولادها اللي بيسيبوها، أو على النفوس اللي بتهلك كل يوم، لأن الكنيسة ما عندهاش رغبة إلا أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. افرحوا مع أورشليم وابتهجوا معها يا جميع محبيها، افرحوا معها فرحا يا جميع النائحين عليها، كي ترضعوا. تعبير غريب، كي ترضعوا، بيتكلم عن الولادة وبعدين الرضاعة. ودي تعبيرات كلها جت في العهد الجديد. مثلا القديس بطرس يقول ايه؟ كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. طب احنا اطفال اتولدنا امتى؟ اتولدنا الولاده الجديد المعموديه، فنعيش زي اطفال عطشانين زي العيل الصغير للبن. انهي لبن؟ لبن الام، لبن عديم الغش، عشان نكبر كي تنمو به. فهنا نفس المعنى، بعد ما اتكلم عن ولاده جديده بيتكلم عن رضاعه. ام بترضع، الكنيسه بترضع عيال. فالكنيسه اول دور ليها ايه؟ تولد عيالها من ربنا، عمل روح، مولودين من فوق، سر المعمودية. وبعدين ما تولدش وترمي، لا لا، تولد وترضع عشان يكبروا. ترضع يعني ايه؟ لبن عديم الغش اللي هو ايه؟ الايمان، كلام الكتاب الانجيل. فبيقول لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزيتها. واضح انه كلام مجازي طبعا، ثدي تعزيتها. يبقى الكنيسة بتعزي عيالها بكلام ربنا. لما الكنيسة تقول لنا السماء مستنياكم تعزينا، الكنيسة تقول لنا أبوكم مسؤول عنكم بيحبكم تعزينا، الكنيسة لما تفكرنا أن كل الأشياء تعمل معا للخير بتربضعنا تعزيات. زي طفل صغير يرضع تعزيات فيقلق، ليه ما يقلقش؟ يبقى فرحان لأنه كله خير وعود ربنا تعزيات. فتعبير جميل، ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزيتها. فكأننا كلنا أطفال بنرضع لبن الكنيسة ونتعزى من ثدي أمنا الكنيسة. حتى واحد من القديسين تجاسر وقال ثدي الكنيسة عهد قديم وعهد جديد. يعني إيه؟ إيش كلام عهد قديم وكلام عهد جديد وكله معزي، بترضعنا من ثديه. كي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها. يعني حتى لو العصارة الثدي ممكن يكون بيوجع شوية الأم يعني، لكن يتلذذ الطفل. يعني الأم تتوجع والعيل ينبسط، واخدين بالكم الفكرة؟ فالكنيسة بتعصر نفسها عصر عشان تشبع عيالها. الكنيسة بتتألم في العالم بأبائها بقديسيها بتاريخها بجهادها، زي أي أم تتعب عشان عيالها يطلعوا صحتهم كويسة. من درة مجدها، لأنها واخدة مجد عرس، فتبقى الكنيسة بتربي عيالها على مجد. دول ولاد ملك، ولاد مجد. تشبيه جميل بيختم بيه أشعياء السفر، إن الكنيسة أم بتولد ولادها بالروح القدس، ولادة جديدة بترضعهم من لبنها، بتشبعهم بتعزيتها، بتحضرهم للمجد الأبدي. وإن اللي يوجع مع الكنيسة يفرح مع الكنيسة، وهنفرح لها إلى الأبد يوم ما يجي عرسها على السحاب. لأنه هكذا قال الرب، ها أنا ذا أدير عليها سلاما. أدير يعني أرد لها سلام. ما هو سلام الكنيسة ساعات يتسرق. بمعنى إيه؟ يعني مع الوجع الشديد في طبع السلام ممكن إيه يعني يطير شوية، إنما أدير عليها سلاما يعني رجع لها سلامها تاني. كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون. هو مصر على كلمة الرضاعة.
يعني ربنا بيوعد يقول أنا هجيب لك الكنيسة سلام كأنه سيل مية نازلة ترخ عليها، سيل مية ملهاش آخر، ودير عليها سلاما كنهر. والنهر دايما إشارة للمية الحلوة، البحر دايما إشارة للمالح الدنيا، والنهر دايما إشارة للروح القدس، مية الحلوة اللي تتشرب يعني، والسيل كذلك. فترضعون، بعدين بقى ايه بيكمل الصورة الجمالية بتاعت عيال الكنيسة، اتولدوا بالروح وبيرضعوا من ثدي الكنيس، وبعدين يقول على الأيدي تحملون. فالصورة كملت بقى، بقت الكنيسة ماسكة عيالها كده بترضع وتهشتك كده، وايه وعلى الركب تدللون. فبقت شوية في ايديها وشوية على ركبها، ايه الكنيسة اللي عمالة تدلع في عيالها ده؟ الحقيقة هو ده اللي بيحصل معانا احنا كلنا، الكنيسة بتدلع فينا. لو تاخدوا بالكم من واحنا صغيرين، اشي مدارس احد واباء اعتراف وزيارات افتقاد من الكهنة، وتبعد يجروا وراك، وبعدين يحصل لك موقف كنيسة تطبطب عليك وتقول لك ما تخافش، وتبعد شويتين تشد ودنك وترجعك. أم بتربي عيال، ترضعون على الأيادي تحملون وعلى الركبتين تدللون. طب هي الكنيسة بتعمل كده ليه؟ لأنها هي قلب المسيح، هي بتنقل مشاعر عرس. هو ده ربنا بالنسبة لشعبه، ربنا يعني بيدلل ولاده، يعني بيدلعهم. كلكم بتدلعوا من غير ما تحسوا، يعني فكرة على الأيدي تحملون، ما كلنا متشالين. ودي قالها إشعياء قبل كده في الخمسينات لو تفتكروا، لما قال إلى الشيبة أنا أحمل وأنا أرفع وأنا أنجي، فبمن تشبهونني؟ ما أنا لسه شايلكم، حتى لما بتعجزوا شايلكم. على الأيادي تحملون، معنى جميل أوي. طبعا الكنيسة المفروض تجاهد انها توصل المعاني دي لشعبها. يعني لو انا كاهن او كل الكهنة بيحبوا الناس قوي وبيغدقوا عليهم الحب الالهي، اي واحد فيكم بسهولة يقدر يتخيل ان ربنا شايله لان الكنيسة شايلة. لكن لما الكنيسة بتأثر ممكن الواحد ايه يتخيل ان ربنا كمان بيأثر. ما هو الكنيسة دي هي بتعبر عن مشاعر عرسها، بتنقل لنا حب ربنا. فلما الكنيسة تهتم قوي بولادها وترعاهم رعاية مكثفة كده، بتقول لهم قد ايه ربنا بيحبه. عشان كده كان يقول له بطرس اتحبني ارعى خرافي، وصل لهم قد ايه بحبهم. يعني على الايادي تحملون، هنا الحمل على الايادي يعني انت طفل صغير مش مسؤول عن حاجة خالص، أمك شايلك، أبوك شايلك، فأنت متشال. منتهى التسليم، منتهى الاتكال. وعلى الركب تدللون، يعني حتى في دلع. الركبتين تدللون يعني الناس بتقعد تهز رجليها كده عشان إيه؟ تفرح العيال. فربنا بيبعت لك تعزيات وأخبار ومفاجآت مفرحة جدا. وعلى فكرة كلكم ممكن تدوقوا الكلام، ساعات تلاقي كده جه في بالك حاجة نفسك فيه وانت ما حطيتهاش في الصلاة، وقبل ما تطلبها في الصلاة تكون جات لك، تحس ايه الدلع ده، وربنا قاعد مركز معايا في الحاجات الصغيرة دي، حتى الحاجات دي، حتى الحاجات دي. ويعني ما بيحب ولاده، ما عندوش مشكلة لو طلب مش وحش يجيبه لك من غير ما تعول الهم. يحكوا مرة عن راهب قديس مشي في الصحراء وبعدين تعب، تاه ومش عارف يروح دير، مش عارف يروح، دنيا ظلمت ومش عارف، الدنيا كلها بقت شبه بعض. قام قاعد على الارض وقال له انا زعلان منك، انا مش همشي، وصلني الدير مش همشي. وعمل زي العيال الصغيره لما يتربسوا كده ويقعد على الارض ويركب دماغه، وغمض عينه وقال له هموت هنا يدخلني الدير. بعد دقيقه لقى نفسه عند باب القلايه بتاعته زي السواح كده، لان هو دل على ربنا وقال له انا تعبت مش قادر امشي. ففجأة لقى نفسه جوه الدير وعند قلايته. مجد الأمم كسيل جارف، فتضعون وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. تعبير جميل أوي. كإنسان تعزيه أمه كذلك أعزيكم أنا.
طبعا ما فيش حد بيعرف يحايل الطفل زي أمه، فيش حد يعرف يغير مود مزاج طفل زي مامته اللي فاهمه وبتعرف تدلع وتعكسه. فهنا ربنا بيقول إن كان الطفل أمه الوحيدة اللي بتعرف تطلعه من مود الكآبة وتضحكه وتفرحه، أنا كمان هدلعكم زي الدلع ده، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. تعبير أعزيكم ده تعبير جميل أوي. كتير لما نلاقي ناس محبطة موجوعة، فعلا الكلام مهما قلنا ملوش تأثير، وساعات يبقى كلامنا تقيل. وينطبق علينا ما قيل في أيوب الصديق: معزون إيه؟ متعبون. تقول أي كلام يوجع. طب أنت عندك حل سهل، كلم ربنا يعزي ولاده، هو من جوه القلب يعرف يعزي من غير بقى منطق ومن غير جمل ومن غير كلمات. لا لا، أعزيكم أنا، أعزيكم بنفسي. فربنا يتعامل مع القلوب تعامل فوق المنطق. تستغرب إزاي حد يودع عياله في زي في استشهاد أو في مواقف صعبة بعدين تلاقيه متعزي. متعزي إزاي؟ يعني ده ناس همها أقل من كده كتير قوي وخربة الدنيا. لا، دي تعزيات إلهية، ده شغل ربنا، ده مش شغل بشر. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. وفي أورشليم تعزون، يعني إيه؟ تعالوا الكنيسة. جوة الكنيسة تلاقي التعزية. عشان كده لما نلاقي واحد نفسيا تعبان نقول له تعالى الكنيسة، مش عارف أصلي بس تعال، ماليش نفس أسمع، أقعد بس جوة الكنيسة، زهقان أدخل بس الكنيسة. في أورشليم تعزون، مجرد الوجود جوة الكنيسة في سر، في تعزية. تحضر قداس، تحضر تسبيحة، ما مش قادر تقف، قعدت مش مركز، مش مهم، بس جوه الكنيسة هتلاقي التعزية. كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. وفي أورشليم تعزون، مش هتلاقوا تعزية بره بيت ربنا. فترون، ترون إيه؟ يبقى واضح إن التعزية مرتبطة بإيه؟ برؤية. ولما الواحد يكون مغلوب من حزنه، ده معناه ببساطة إنه مركز على حاجة كئيبة. مثلا تلميذي عمواس كانوا مكتئبين وكانوا عابسين، وشهم كده يقول عابسين، ففضلوا ماشيين هربانين من أورشليم رايحين عمواس. ظهر المسيح وقعد يحكي معاهم وقعد يعزيهم، بس ما اكتملتش التعزية غير لما حصل ايه؟ انفتحت أعينهما وعرفاه لما شافوا المسيح. امال احنا متضايقين ليه؟ طب امال احنا خاربين الدنيا ليه؟ وعمالين نقول مات ومش مات، ما هو قام اهو. فهنا فترون، يبقى التعزية مرتبطة برؤية ربنا. ان ربنا مثلا يعزي انسان فيكشف له السماء، فيقول له ايه رأيك في اللي سافروا السماء؟ مبسوطين؟ ها؟ عاوزهم يرجعوا برضو ويعيشوا في الغلب ده ولا حلوين كده؟ فلما يشوف بعينيه يقول له حلوين، خلاص خليهم في السماء. او يشوف ما ينتظر المتألمين من أمجاد. ترون، يبقى ربنا بيفتح عينينا عشان يعزينا، لأنه أحيانا العين تبقى مقفولة فالواحد مش مركز غير في الأخبار المتعبة، لكن مع التعزية في رؤية. ترون وتفرح قلوبكم وتزهو عظامكم كالعشب. يعني تبقى إيه؟ العظم من الكآبة بينقح، يقولوا كده يعني. وحتى في سفر الأمثال في مثل بالمعنى ده، إن الحزن كنخر في العظام. وكلكم جربتوا لما الواحد يكون مكتئب يلاقي نقح في جسمه كده يعني من غير سبب، ويقعدوا بقى يسموها سايكوسوماتيك بقى وحاجات. المهم يعني هي معناها النفسية التعبانة بتخلي الجسم كمان تعبان وبينقح. هنا العكس بقى، التعزية تخلي العظم التعبان ده يخف، فيقول تزهو عظامكم كالعشب وتعرف يد الرب عند عبيده ويحنق على أعدائه. يبقى أولاد ربنا بيشوفوا إيد ربنا وبيشوفوا مجد ربنا ويتقلب حزنهم فرح وينسوا الوجع مع ربنا. لأنه هو ذا الرب بالنار يأتي، تاني احنا في آخر إصحاح وبيتكلم عن المجيء التاني زي ما قال من شوية
أظهر لفرحكم أو يظهر لفرحكم، يعني المسيح يظهر لفرح ولاده، إنما يأتي بنار، فمجيئه في نار، بس نار حب بقى لينا ونار نقمة لأعدائنا، هي نفس النار، إلهنا نار آكلة، نار حب وشوق بين المسيح وشعبه، لكنها نار مخيفة للي رفضوا المسيح للأبد. فيقول هو ده الرب بالنار يأتي ومركباته كزوبعة ليرد بحمو غضبه وذجره بلهيب نار. يعني ايه؟ هينتقم لأولاده بقى في اليوم ده، كل الشر اللي اتعمل في أولاد ربنا هيتحاسبوا عليه الأشرار، لأن يجازي كل واحد حسب عمله. يجوز في ناس افترت في الدنيا وخلصت عمرها من غير ما تتحاسب على الأرض، لسه ليها حساب طبعا، وحساب عسير جدا، لأن ربنا إله عادل، فلازم ينتقم لأولاده. فهنا يقول بحمو غضبه وذجره بلهيب نار، لأن الرب النار يعاقب. يبقى كلمة النار الأبدية اللي ذكرها المسيح هي أيضا مذكورة في العهد القديم، إن في نار أبدية، أو في نار لا تطفأ، أو في عذاب أبدي للأشرار. وبسيفه على كل بشر، هنا السيف إشارة للعدل يعني. ويكثر قتل الرب، يعني إيه؟ كل بقى أعداء ربنا يموتوا لأنهم كانوا ضد ربنا. الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء واحد في الوسط آكلين لحم الخنزير والركس والجرز يفنون معا يقول الرب. يعني إيه دي؟ يعني في ناس حابت تطهر أنفسها بطريقة على مزاجها، يجوا في جنينة يعملوا تمثال ويقعدوا إيه يستحموا بطريقة معينة، وبعدين يعبدوا، يعملوا كل اللي ربنا قال عليه بلاش، ياكلوا الركس، عكس يعني المسموح به او المقدس، ويعبدوا الجرز. على فكره في شعوب لغايه دلوقتي بتسجد للفران، في شعوب بتعبد الفأر، لكن يعني بقوا بيعملوا حاجات تغيظ ربنا. فهم دول بيقول عليهم ايه؟ يقدسون ويطهرون انفسهم، مش بمعنى القداسه الحقيقيه، زي واحد يعمل لخبطه في الدنيا كلها وبعدين يخدر ضميره بشوية أخلاقيات أو شوية التزامات، كأنه إيه ريح قلبه كده. طب هو ده كلام؟ وده ما ينظفش، ده ما يقدس، ده ما يصلحش اللي انت خربته، اللي انت عملته لازم حد يدفع ثمنه، وما فيش غير المسيح اللي بيدفع ثمن. ومن لا يؤمن بابن الله ليست له الحياة مهما حصل، من لا يؤمن بالابن يمكس عليه غضب الله. فكل محاولة تقديس أو تطهير بأي طريقة ما عدا المسيح له المجد هي محاولة فشل، هي محاولة اختراع بشر، لكن هي ما تعملش حاجة، لأنه أنا هو الطريق، لا يستطيع أحد أن يأتي إلى الآب إلا بي، فما في سكة تاني غير ربنا. فيقول يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات وراء جنات، جمع جنة يعني جنينة، يعني وراء واحد في الوسط، يعني بيمشي وراء واحد طبعا غالبا الشيطان يعني أو من ينوب عنه، آكلين لحم الخنزير والركس والجرز يفنون معا. كل دول هيمشوا، كل دول لهم فناء، لأن دول ما مشيوش وراء الإله الحقيقي. وأنا أجازي أعمالهم وأفكارهم، يبقى ربنا بيجازي على الأعمال وعلى الأفكار. ليه؟ لأن وراء كل عمل فكرة، والتغيير يبدأ بالفكر وينتهي بالعمل، فربنا له حساب مع الأعمال والأفكار. عشان كده ربنا قال نظفوا جوه مش بره، بس ما تغيروش أعمالكم بس، غيروا أفكاركم، لأنه من فضلة القلب يتكلم اللسان، الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، نقي أولا داخل الكأس والصحف. لأن بعض المسيحيين بيركزوا بس على شكل أعمالهم، بس الآية بتقول أنا أجازي أعمالهم وأفكارهم. عشان كده احنا في الحل اللي نديه لأي معترف أو في صلواتنا نقول إن كان بالفكر أو بالقول أو بالفعل أو بجميع الحواس. ليه؟ لأن بالفكر في نجاسة،
أو في خطية حتى لو بالفكر. فأنا أجازي أعمالهم وما قبل أعمالهم أفكار. حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي. يعني إيه ده؟ هيحصل لكل الناس هيشوفوني. النبوة دي مهمة أوي. في ناس تقول يعني هم المسيحيين هم اللي هيشوفوا المسيح. لا، في اليوم الأخير كل البشر بدون استثناء هيشوفوا المسيح على السحاب، وكل البشر بدون استثناء هيعرفوا أنه هو ده الإله الحقيقي. بس كل اللي رفضوه خلاص هيبقى متأخر، مش هيبقى لهم فرصة. لكن ستنظره كل عين والذين طعنوا، وسينوح عليه كل قبائل الأرض. يعني ينوح عليه يعني هيلطمه، لأنه هيكتشف أن اللي فضلوا رافضينه هو الإله الحقيقي. إذن ستنظره كل عين، ده مش معناه أن المسيح سيظهر في اليوم القيامة للمسيحيين، لا، هيظهر للكل، لأنه هو إله الكل، والحقيقة لازم تعرفها الكل. لكن ربنا عمال يعلن عن حقيقته بكل الطرق لكل إنسان. اللي بيقبل من دلوقتي بقى هيستنى المسيح في اليوم الأخير. حدث لجمع كل الأمم والألسنة فيأتون ويرون مجدي، وأجعل فيهم آية وأرسل منهم ناجين إلى الأمم. يعني إيه؟ يعني ربنا هيرتب في اليوم ده إن إحنا نفاجأ في يوم القيامة إن في مسيحيين مخلصين للمسيح من كل الأمم، من شعوب ما كناش نتخيل. هنلاقي بقى ناس من الزنوج، وناس من الأفارقة، وناس من الأسيويين، وناس من الأوروبيين، وناس أغنية، وناس فقراء كتير، وهنلاقي كل حاجة. هنلاقي كتير قوي من كل الأمم. يقول إلى ترشيش وفول ولود النازعين في القوس، إلى تبال ويوان اليونان، يعني إلى الجزائر البعيدة التي لم تسمع خبري. كل دول هيسمعوا، وكل دول منهم ناس هيؤمنوا. ولا رأت مجدي فيخبرون بمجدي بين الأمم. ده العهد الجديد، لأنه يأتون من المشارق والمغارب ويتكئون في حضن إبراهيم وإسحاق ويعقوب. من الشرق والغرب، يعني هتلاقي ناس تعرف المسيح من كل حتة وبيحبوه بجد ومستنيينه بإخلاص. ويحضرون كل أخوتكم من كل الأمم تقدمة للرب. ده العهد الجديد بقى، كل الناس جايبة تقدمة للرب من كل الأمم، على خيل وبمركبات وبهوادج وبغال وهجن إلى جبل قدس أورشليم. يعني طبعا بكل أشكال الثقافات المختلفة والبلاد المختلفة جايين جبل قدس. قال الرب كما يحضر بنو إسرائيل تقدم في إناه طاهر إلى بيت الرب. زي ما اليهود عندهم طريقة يقدموا بيها تقدم طاهرة، كل الشعوب دي هتعرف تقدم لربنا تقدم طاهرة. وفعلا في كل بلد صدقوني في ناس مؤمنين مخلصين بربنا وبيحبوه من كل القلب، واحنا يمكن ما نسمعش بيهم. وعشان كده احنا لا نحجر الخلاص على نفسنا، يعني ما بنقولش الأقباط بس اللي يعرفوا ربنا وهم بس اللي ليهم السماء، ما نقولش كده. لا، ربنا له ناس في كل حتة وفي كل بلد، وفي قلوب كتيرة ما نعرفهاش. لما إيليا اكتئب في وقته وقال له أنا بقيت لوحدي، قال له لا، أنت ما تعرفش، أنا أبقيت لنفسي 7000 ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله. وأتخذ أيضا منهم كهنة ولويين. يعني الشعوب الأممية دي يبقى منهم كهنة وشمامسة. يبقى واضح أن الكهنوت مستمر في العهد الجديد، وكهنوت يدخل على الأمم، لأن ما كانش في العهد القديم في حاجة اسمها كاهن ولاوي من الأمم. لكن دي إشارة أن الأمم يؤمنوا بالمسيح ويبقى فيه كهنوت عهد جديد يجمع الكل. لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي يقول الرب، هكذا يثبت نسلكم واسمكم. ما هو من الإصحاح اللي فات قال لنا إيه؟ ها أنا ذا خالق سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر. يعني كل اللي احنا شايفينه ده هينتهي. السماء دي مش هتبقى موجودة، ولا الأرض دي بكل اللي فيها، ولا الجغرافيا بتاعت الكام قارة والبحار والمحيطات والكلام اللي درسناه ده، ده كل ده هيختفي. كل الأرض دي، الكرة الأرضية دي كلها تختفي.
انما هيبقى في عالم اخر لا تتخيله، بس ما فيهوش ريحه الخطيه، ما تسمعش عن حاجه اسمها خطيه، ولا شر ولا موت ولا حزن ولا مرض ولا خصام ولا اي حاجه وحشه. سماوات جديده وارض جديده يسكن فيها البر. فبيقول زي ما السماء الجديده والارض الجديده تثبت امامي، دي ثابته بقى، دي مش هتتغير ابدا، دي ليها دوام بقى. هكذا يقول الرب يثبت نسلكم واسمكم. كمان الشعب الجديد المبرر ده اللي هيورث السماء ده بيثبت، ده ما بيتغيرش بقى خلاص. احنا هنا قابلين للتغير تحت الآلام، لكن في السماء دي حالة تدوم بلا نهاية. يقول ويكون من هلال إلى هلال، طبعا بيتكلم بلغة يهودية قديمة، فكأنه بيوصف يعني زي ما كان في زمن اليهود، من هلال لهلال يعني من شهر لشهر ومن سبت لسبت، أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال الرب. ما هو كان عند اليهود نظام احنا واخدين شبهه شوي، كان عندهم حاجة اسمها عبادة يومية وعبادة أسبوعية وعبادة شهرية وعبادة سنوية. يعني ايه؟ على مستوى اليوم في حاجة اسمها ذبيحة المساء وذبيحة الصباح، اللي هي دلوقتي بالنسبة لنا رفع بخور باكر ورفع بخور عشي، او بالنسبة لكل واحد صلوات الأجبية، دي العبادة اليومية. وبعدين في عبادة أسبوعية من سبت لسبت، كانوا يجتمعوا يوم السبت، احنا خلاص السبت بتاعهم احنا خدنا الحد، فبقينا قداس كل اسبوع، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فعندنا عبادة أسبوعية. وبعدين عندنا عبادة شهرية، يعني مثلا 29 من كل شهر بنحتفل بالميلاد والقيامة، بشارة والميلاد والقيامة، فعندنا عبادة شهرية لأنه في أيام في الشهر ليها دلالة، مثلا يوم للعذراء كل شهر، يوم لرئيس الملائكة ميخائيل، دي عبادة شهرية. وبعدين عبادة سنوية، مواسم زي عيد الميلاد مرة في السنة، عيد القيامة مرة في السنة، حتى لو بنفتكر قيامة المسيح كل يوم في باكر، إنما عيد القيامة هو مرة كل سنة. بنفتكر ميلاد المسيح كل يوم، لكن عيد الميلاد مرة في السنة. فزمان عند اليهود كان عندهم العبادة زمنية، على مستوى اليوم في نظام، على مستوى الأسبوع، على مستوى الشهر، على مستوى السنة. كانوا مثلا عندهم ثلاث أعياد كبار اليهود، مثلا الفصح والمظال والخمسين، احنا عندنا عيد الميلاد وعيد القيامة، وسبع أعياد سيدية كبار، البشارة والغطاس والشعانين والقيامة والعنصرة والصعود. فاحنا عندنا نظام سنوي للعباد. هنا بيقول ايه؟ يكون من هلال إلى هلال، ادي شهر، ومن سبت إلى سبت، ادي اسبوع. يعني على مستوى العباد كل النظم، يعني كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال الرب. السجود مستمر في العهد الجديد، احنا بنسجد على مستوى اليوم نشكر ربنا كل يوم، بنسجد على مستوى الأسبوع لما نيجي الكنيسة لازم نسجد عبادة لله، بنسجد في العيد لأنه ولد من أجلنا أو لأنه مات وقام وخلصنا. فهنا الاحتفال دايما مقرون بالسجود. هنيجي في عيد الميلاد نقول لحن جميل، نقول ايه؟ نسجد له أو ساجدين له مع البقية، يعني المجوس وهم بيقدموا الهدايا قدموا له هدايا، ساجدين له مع الملائكة وإحنا نسجد معه، فنبقى احنا والرعاة والمجوس والملائكة بنسجد قدام المسيح المولود. فحركة السجود هي حركة عبادة ملازمة لليوم والأسبوع والشهر والسنة. ويخرجون، يخرجون بقى يعني ايه؟ يعني الخارجة، ربنا يعني يكملها على خير، يخرجون من الدنيا. خلاص اللي عايشين في سجود مستمر، اللي عايشين في عبادة مقدسة، اللي مركزين في ربنا طول الوقت يخرجون. ويرون جثث الناس، يعني بعد ما نخرج من الدنيا هنكتشف ان العالم ده عبارة عن مجموعة جثث، وان الناس ميتة كده كده. العالم اللي بعيد عن ربنا ده عالم اموات، ظلال الموت. يخرجون ويرون جثث الناس الذين عصوا علي، لأن دودهم لا يموت ونارهم لا تطفأ. نفس التعبير استخدمه المسيح له المجد يمكن على الأقل 5 مرات في إنجيل مورس، النار لا تطفأ والدود لا يموت. والحقيقة الكلمتين شكلهم عكس بعض، ما هي النار لو ما بتطفيش يبقى الدود يموت،
إنما إزاي دود لا يموت والنار لا تطفأ؟ واضح إن في حاجة إحنا مش قادرين نتخيل، لأن الدود ما يحتملش النار، مش كده؟ لكن معناه حالة موت مزمن وحالة عذاب مزمن. إزاي تتصورها؟ صعب. زي ما إحنا مش قادرين نتصور جمال السماء، ما نعرفش نتصور عذاب جهنم، ربنا يحمينا. لكن المسيح حذرنا كذا مرة، قال مثلا إن أعصرتك يدك اقلعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع أو أعور أو أعرج من أن تلقى في جهنم النار، ولك يدان أو عينان أو رجلان حيث نارهم لا تطفأ ودودهم لا يموت. يبقى هو بيستخدم نفس الكلمات اللي جت في أشعياء. كلمات دي كان ليها صدى في العهد القديم، كان في وادي اسمه وادي بني همنوم اللي جت منها كلمة جهنم. جهنم جاية من كلمة وادي هنوم دي، أو وادي بني هنوم ده. الوادي ده كانوا كل الذبايح الوثنية ريحتها وحشة قوي، حيوانات يحرقوها، فتلاقوا المنطقة دي كلها عفن وكلها دود وكلها نار. فالوادي ده كان كئيب، يكرهوه يبعدوا عنه، ريحته وحشة وفي نار دايما ماسكة في الجثث اللي هناك، جثث الحيوانات النجسة اللي تقدمت ذبايح. فمن هنا جت كلمة جهنم، ومن هنا جاء الوصف بتاع نار لا تطفأ ودود لا يموت. لكن هي إشارة، ربنا يرحمنا، إن كل اللي بره المسيح في الحالة دي. فإحنا لما نخرج هنكتشف إنه ربنا نجانا من هذه الحالة البشعة، من النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت. ويكونون رذالة لكل ذي جسد، رذالة يعني قرف، لكل ذي يعني محدش يحتمل البشاعة بتاعة منظر اللي في الجحيم أو في جهنم أو العذاب الأبدي. يبقى زي ما رفعنا قوي وجمل لنا صورة السماء والحياة الأبدية والنعيم الأبدي وجمال كنيسة العهد الجديد، على الأيادي تحملون وعلى الركب تدللون، وكإنسان تعزيه أم وأعزيكم أنا، وترضعون من السدي سدي تعزيتها. وقعد يقول كلام حلو قوي عن عزنا كأطفال في العهد الجديد ومجد البنوة لله في العهد الجديد. حذرنا قد إيه من اللي هيكملوا في الوثنية وهينكروا الإله الوحيد، مصيرهم النار التي لا تطفأ والدود الذي لا يموت، مجدا للثالوث الأقدس. خد آية واحدة برضو من آخر إصحاح، نقول كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. قولوا معايا، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا. كمان مرة، كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا.